مولاي هارون الرشيد. من في بابنا من الشعراء يا ابن الربيع؟ أبا الفضل أرسل إلى ملك الهند كتاباً يرسل لنا وفداً يطلعنا على ثقافتهم وما وصلوا إليه. محمد، عبد الله، كيف حال دروسكم مع معلم الكسائي؟ أما زلت تحب المنازلة يا جعفر؟ فضل، عندما كنا صغارا كنا نلاعب السباع، أما زلت تخافها؟ أدخلوا علي الشعراء. أمر مولاي. لا تنقطع عن هذا الدواء يا مولاي، لقد مر الأمر بسلام. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله، لقد كان دواء فعالا يا مولاي. عندما أرسلتني إلى الهند أحضرته من طبيب يدعى منكة وتعلمت منه الكثير، وكان سببا في نجاتك. هذا ظني بك، ما قدمته من علم ومعرفة لن تنساه الأجيال. بارك الله بك. أمد الله في عمرك يا مولاي.